الأخوة والأخوات الكرام، الحلقة اليوم عندنا عن تحضير خلطة من الأسمدة العضوية وتجهيزها للموسم الزراعي القادم. شوفوا يا أخوان، يعني هذه خلطة يعني كانت جاهزة صار لها تقريبا 3 شهور، حطيناها في الكونتينرز اللي عندنا أمامنا هني وبنرويها لمدة 3 أيام على أساس ننزل الأملاح وبعدين بننقل إليها بعض من هذه الشتلات. طبعا طريقة الغرس يعني تحط تعمل حفرة وتحط فيها كمبوس وتحط الشتلة وتحط حوالين الكمبوس، وهي شروحات يعني ذكرناها سابقا على القناة. المكونات يا أخوان هي 3 زيل من الرمل الزراعي وزيلة واحدة من سماد البقري المعالج ونص أو أقل من زيلة يعني من سماد الكبسول أو سماد الدجاج المعالج سماد الكبسول. طبعا يا أخوان احنا ناخذهم هذلين ونخلطهم مع بعض، نجيبهم ونحطهم في هاي في الخياش. شوفوهم يا أخوان، هاي خيشة مالة تسميدة مالة طحين مالت اللي هو يعني مالة شوار، ونرويهم بالماء لين ما يتخمرون. تحدث عملية التخمر عقب 10 عقب 15 يوم عقب 20 يوم، وإذا حدثت عملية التخمر نسوي لها بندنج ونخليهم يعني في جهة معينة ولحين الحاجة. يا أخوان الهدف من هذه الخلطة هو يعني ان احنا نحصل على خلطة عالية الجودة حاوية على المواد المغذية متحللة ميكروبيا بعد مرورها بعملية التخمر هاي الفترة الطويلة، يعني فعالة حيويا لتنشيط الأحياء الدقيقة اللي تعمل على خصوبة فعالة لنمو النبات من الناحية الخضرية والثمرية. حياكم، هذه كنموذج وبالدلالة القائمة هذه كونتينر مزروعة في شجرة من الأسباني الأخضر. شوفوا يا أخوان هذه عمرها 1.5 سنة الآن، عمرها 1.5 سنة، وهذه يعني البريبة البريبة خلص وابتدينا قلمناها في أواخر شهر 4، والآن يعني هذا المين كراب. شوفوا يا أخوان هذا النمو الخضري وهذا النمو الثمري اللي فيها. طبعا سمدناها احنا في نفس الخلطة في شهر 12، وكمية السماد اللي وضعناها فيها تقريبا 6 سنتي، يعني من 5 سنتي إلى 6 سنتي وضع عليها نفس الخلطة. تسميد سنوي فقط، هذه امامكم. انت اليوم كهوي يعني ما تحتاج الى شجره ضخمه، يعني هاي ممكن تاخذها توديها فوق سطح البيت او في حوش البيت او في البلكونه، ويعني زراعه اليوم انت كهوي تستمتع فيها، وكميه الثمار عون الله بتكفيك انت والعائله. حياكم بعد، خلونا نروح نشوف المحميه وبرويكم بعض الاشياء أو بعض الشتلات اللي زرعناها فيها في نفس الخلطة. اسمحوا لي شوي، هذه يعني لادينيوم غرسناهم في نفس الخلطة يا أخوان. شوفوا الألوان الجديدة الحلوة، وهاي بعد لادينيوم هاي لونها أصفر يا أخوان. هاي بعد إنتاجنا من الأسباني الأصفر، هذا مال اليوم. حياكم بعد، شوف ندخل المحمية شوف بعض الشتلات. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا عليك يا الله يا الله. شوفوا يا اخوان هذا الجي اتش ادريات تبع يوسف هود، هاي انا جبتهم اقلام وعقلتهم هني. شوفوا يا اخوان الثمر ما شاء الله تبارك الله في الشجرة، هاي عمرها 1.5 شهر. وهذه الديانة تبع الدكتور ايري كونديت مزروعة بعد في الكونتينر في نفس الخلطة. شوفوها يا اخوان نمو يعني خضري وثمري كثيف، وهو اصلا يعني سواها تكون مقاومة للتشقق والانقسام. ان شاء الله اذا
بين النضج فيها او بدأت تنضج الثمار سوي حلقة خاصة. تعالوا بعد هني نشوف هاي بلاك مديرا وغيرها. هذه بعد الديانة العادية بدت تثمر شجرة طيبة وممتازة. هني بعد اليلو لونج نيك طبعا شتلة غرسناها وجبنا لها يعني نفس الخلطة حطيناها حواليها. هاي الجي تدرياتك، هاي الألمة يا أخوان. بعد هذه يعني شتلة جبناها حطيناها هني وجبنا من الخلطة الجاهزة وخليناها حوالينا، صار لها تقريبا 12 إلى 15 يوم. وهاي بعد يعني التين جاسم السوري وغيرهم يا أخوان. تعالوا بعد خلونا نشوف بعض الشتلات اللي عندنا هني، شتلات كثيرة ومتنوعة. شوفوا هذه الشيكاغو هاردي أو الهاردي شيكاغو، على كيفكم سموها اللي بتسموها. المهم هي في هذا الكونتينر وهاي التمر مالها. تعالوا بعد خلونا نشوف هاي المادلين دولوكس بدت تثمر، هذه امامكم. وهذه الألمة شوفوا يا اخوان ما شاء الله تبارك الله، من تحت الى فوق ثامرة. يعني حبينا يعني نبين لكم اهمية هذه الخلطة. بيض الله وجوهكم، نشوفكم يا اخوان في حلقات قادمة عن الزراعة.